عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين الفقيهة العابدة الربانية، أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت أحب خلقهم إليه. روى الترمذي وابن حبان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. كانت رضي الله عنها فقيهة كثيرة الرواية كثيرة الفقه، هي من المكثرات من الحديث، الذين المكثرون من الحديث من الصحابة سبع مذكورون في قول القائل، سبع من الصحب فوق الألف قد ذكروا قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. أبو هريرة سعد، هذا سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري. أبو هريرة سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنة، وهي بنت ست سنين، ودخل بها بعد الهجرة سنة 2 من الهجرة وهي بنت 9 سنين، ومات عنها وهي بنت 18 سنة. وكان ابتنى بها في شوال ونكحها في شوال، فلذلك كانت تحب أن تدخل الأزواج على كانت تحب أن تدخل النساء على أزواجهن في شوال، وكانت تقول: هل في أزواج في نسائه؟ هل في نساء أحظى مني وقد نكحني وابتنى بي في شوال؟ وقصة ذلك ما رواه أحمد والبيهقي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هل تزوج؟ يعني هل تتزوج؟ في إحدى التأين في المضارع. قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: بنت أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: فمن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فاذكريهما علي. فذهبت خولة إلى بيت أبي بكر فوجدت أم رومان، أم عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. فقالت أم رومان: انتظري حتى يأتي أبو بكر. فلما جاء أبو بكر قالت خولة: ما يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. فقال أبو بكر: وهل تصلح له؟ وإنما هي ابنة أخيه. فرجعت خولة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك في الإسلام وأنت أخي وابنتك تصلح لي. فرجعت خولة فذكرت ذلك له، فقال لها أبو بكر: انتظري. وخرج. فقالت أم رومان زوجته: إن عدي بن جبير بن مطعم كان قد إن جبير بن مطعم كان قد ذكرها على ابنه، ولا والله ما وعد عدة قط فأخلفها، تقصد أبا بكر. فدخل أبو بكر على الرجل فوجد زوجته عنده أم الفتى، فقالت له: يا أبا بكر، لعلك مصبئ صاحبنا مدخله في دينك هذا الذي أنت عليه إن تزوج إليك. فالتفت أبو بكر إلى الرجل فقال له: أقول هذه تقول؟ فقال له: إنها تقول ذلك، كالمزكي لقولها. فخرج أبو بكر وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي كان وعده، وقال لخولة: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه فزوجها إياه.
وكانت رضي الله عنها عالمة واسعة العلم كثيرة الرواية. قال عروة بن الزبير وهو ابن أخيها: وكان من ألزم الناس لها وألسقهم بها، ما رأيت أحدا قط أعلم بشعر ولا بفقه ولا بطب من عائشة. وقال زهري: لو جمع علم عائشة إلى علم أمهات المؤمنين وعلم النساء لكان علم عائشة أفضل. وكانت مع ذلك رضي الله عنها زاهدة عابدة. روى ابن سعد في طبقاته عن أم ذرة قالت: أتيت عائشة 100,000 ففرقتها وهي يومئذ صائمة، فقالت لها أم ذرة: هذه أما استطعت فيما فرقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لو ذكرتيني لفعلت. ولما اشتكت مرضها الذي ماتت فيه دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. وماتت رضي الله عنها في مرضها ذاك 57، وقيل 58، وهي ابنة 65 سنة. وفيها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. فإن كان ما قد قيل عني قلته، يقصد حديث الإفك، فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل.